أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص على المواجع تحديدا على شاشة أكسترا نيوز. سوق عمل ضخمة تضم قرابة 30 مليون مواطن، تستقبل بشكل سنوي ما يقارب المليون مواطن، هذا إلى جانب الملفات أو ملفات عديدة فيما يتعلق بوزارة القوى العاملة، منها القانون الجديد ومنها أيضا قطاع العمالة الذي يسمى بالعمالة الحرة. كثير من الملفات مشاهدين الكرام نتناولها مع ضيفي الكريم معالي الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة. معالي الوزير أهلا بحضرتك. يا أهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله سنة سعيدة على مصر كلها، عمال مصر والمواطنين وشعب مصر كله بإذن الله. إن شاء الله يا فندم. خليني أبدأ مع حضرتك. الحقيقة أن كل العمال مستنيين قانون العمل الجديد. قانون العمل الجديد في بعض البنود اللي نزلت في المشروع اللي كانت هامة جدا، إلغاء مشروع القانون الفصل التعسفي أو استمارة 6، عدم الفصل المباشر، إنشاء محكمة عالمية للفصل في القضايا خلال 60 يوم، العديد من البنود الهامة الحقيقة يا فندم، وتغيير جذري. هو ليه تأخر في الصدور؟ هو طبعا احنا عارفين ان الملفات التشريعية في مجلس النواب ضخمة وكبيرة خلال هذه الفترة، ويمكن في تشريعات كتيرة جدا خرجت من مجلس النواب، فيمكن بيبقى في تقديم بعض التشريعات على الأخرى. هو القانون من فبراير 2017 موجود في مجلس النواب، ويعني في الآونة الأخيرة أصبح موجود على القائمة المنتظرة للعرض على الجلسات العامة، وبالتأكيد أيضا يعني في تأكيد على الانتهاء من مجموعة من القوانين وعلى رأسها قانون العمل خلال هذه الدورة من دورات مجلس النواب. خليني أسأل حضرتك، متى سيرى النور أو متى تتوقع أن يرى النور؟ يعني إن شاء الله إحنا بنقول في الدورة دي آخر دورة للمجلس، إن هو مفروض إن هو خلال الفترة القادمة هيكون بيتناقش في الجلسات العامة، وبعدها إن شاء الله يصدر بإذن الله. خليني أسأل حضرتك، من وجهة نظر حضرتك وخلال عمل معليك يعني كمسؤول في هذه الوزارة، إيه أهم البنود اللي هتغير شكل هذا القانون؟ أهم حاجة في القانون اللي كنا حريصين عليها هو إحداث التوافق بين طرفي العملية الإنتاجية. يعني إحنا كنا حريصين كل الحرص على إن إحنا دايما ناخد كل مادة من المواد بنقاش كامل، لدرجة إن إحنا أفرضنا المواد اللي عليها نوع من أنواع الخلاف لجلسات كان الوزير بيحضر بنفسه مع طرفي العملية الإنتاجية عشان نزيل هذا اللبس، إلى أن وصلنا إلى تقريبا التوافق الكامل على كافة المواد، ولم يؤخذ تصويت على مادة واحدة. يعني كنا في اللجنة التشريعية بالموافقة بين طرفي العملية الإنتاجية، الأصحاب ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، وإحنا كنا الحكم فيما بينهم، وبالفعل نجحنا في إحداث هذا التوافق اللي يمكن بعد كده لما خرج هذا المشروع إلى الحوار المجتمعي لم يلقى أي اعتراضات، لأنه هو خرج بتوافق طرفي العملية الإنتاجية. فلما يكون النهاردة الطرفين موافقين على كل المواد، بالتأكيد صعب أنك تلاقي فيه أي مشكلة. خليني أسأل حضرتك، من معليك ذكرت مسألة التوافق طرفي العملية الإنتاجية، وهي مسألة صعبة جدا يا فندم. خليني يعني، هل هو القانون فقط اللي هنا بينظم هذه العملية؟ حضراتكم إزاي بتوزنوها؟ لا، إحنا عندنا مجالات كتيرة جدا، إحنا عندنا إدارة كاملة للمفاوضة، الهدف الرئيسي منها هو تقريب وجهات النظر. يعني ده الشغل الشاغل للقوى العاملة هنا وفي المديريات. النهاردة وإحنا قاعدين دلوقتي في مفاوضات دائرة ما بين صاحب عمل وما بين ممثلي العمال، الهدف الرئيسي إنك توصلي في النهاية إلى تقريب وجهات النظر، كل منهم يغالي في طلباته. فأنت الدور بتاعك إن أنت تحاولي بقدر الإمكان أن تزيلي هذه المغالاة، وأن تصلي لاتفاق مشترك فيما بينهم يتفق عليه الطرفين ويوقع عليه ويصبح قابل للتنفيذ. هذا إحنا خدنا من دي وابتدينا نشتغل بكل المفاهيم التي يتعرض فيها أي موضوع ومنهم القانون ما بين طرفي العملية الإنتاجية أن نحدث هذا التوافق. فكان زي ما قلت لحضرتك تأثيره الإيجابي فيما بعد على الحوار المجتمعي جيد جدا. طب من ضمن بقى طرفي العملية الإنتاجية، العلاوة في القطاع الخاص يا فندم دايما بيقولوا إن هم بيواجهوا فيها بعض المشكلات، بتواجهوا ده إزاي؟
شوف هقول لحضرتك، هو يمكن العلاوة احنا بقالنا دلوقتي سنتين بناخدها على عاتق وزارة القوى العاملة ومديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات. يمكن بنسعى دايما ان احنا في كل محافظة ان نحدث هذه الاتفاقيات مع الشركات مباشرة، يعني بنجيب الشركات وبنجيب ممثلي العمال فيها ونبتدي نعمل الاتفاقيات. يمكن احنا من 1/7 حتى هذه اللحظة يمكن اصدرنا اكتر مثلا من حوالي 3000 اتفاقية، بخلاف ان هناك مصانع كثيرة وشركات كثيرة تصدر طبقا للقانون الخاص بالقطاع العام مباشرة تعليماتها بصرف العلاوة. يعني في الكثير من المصانع القطاع الخاص بتصرف العلاوة مباشرة فور صدور القانون في 1/7. فإحنا بنطمن كل العاملين في القطاع الخاص إن إحنا بنعمل نوع من أنواع الحصر من خلال مديريات القوى العاملة في 27 محافظة بالاحتياج الكامل، وإن إحنا بنسرع في تطبيق هذه الاتفاقية على الكثير من الشركات والمصانع. طب اللي ما بيتمش التطبيق عليهم يا فندم، هل في من إجراءات ملزمة؟ طبعا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا برضو من مبدأ ان انت بتعملي توافق او تحدثي توافق، فحتى في الاتفاقيات اللي بنعملها بنحط اول بند طبقا للقدرة الاقتصادية للمنشأة. يعني واحد النهاردة ما عندوش قدرة ان هو يطلع العلاوة بتاعته هتكلفه في الشهر 1,000,000 جنيه، طب هو ما عندوش القدرة المالية او الاقتصادية ان هو يدفع 1,000,000 جنيه، لكن عنده قدرة ان هو يدفع مثلا 300,000، بنوافق ليه ان هو يدفع 300,000. طب هو مش ما عندوش قدرة انه يدفع خالص، فبنزيح ده، لان احنا بنقول ايه، احنا الهدف الرئيسي هو استمرارية المنشآت الاقتصادية، لان استمرارية المنشأة الاقتصادية في النهاية بتعود على العامل بطريق مباشر وغير مباشر. لان انا النهاردة لو اجحمت بعض اصحاب الاعمال في غير او في فوق طاقته الاقتصادية، ده ممكن يؤدي الى ان هو بعد شهر شهرين ما يقدرش يكمل فيتوقف. هنا يبقى انا قفلت الباب على العمال اللي هو كان بياخد من مصدر دخل معين ان انا قفلته. فانا النهارده في غنى عن العلاوه اللي هتتسبب في النهايه في وقف مصدر الدخل الرئيسي للعامل. هي عمليه اقتصاديه بحته لازم نحدث فيها التوافق. وهنا بيبقى عند العامل وممثليه قابليه كبيره للتفاهم، لان هو بيفهم ان هو لا عنده استعداد يتحمل عدم صرف العلاوة ليه مقابل ان تستمر ويبقى فيه استدامة لمصدر الدخل بتاعه. خليني اسأل حضرتك عن قانون المنظمات النقابية الجديد، ازاي انعكس بالايجاب على العمل النقابي برأيك؟ يعني هو طبعا قانون المنظمات النقابية ده كان طلب مطلوب ان هو يتم تعديل القانون السابق، القانون 35 من 2008، لأن كانت منظمة العمل الدولية كانت أصدرت بعض الملاحظات، حوالي 12 ملاحظة. الملاحظات دي كانت فيها تعارض مع الاتفاقيات الدولية من خلال هذا القانون. وطبعا حدثت محاولات عدة خلال هذه الفترة لتعديل القانون وإصداره، ولكن يعني لم توفق هذه المحاولات. فلما تولينا المهمة في 2016 يمكن بعد بالضبط 25 يوم نجحنا في ان احنا نصدر مشروع القانون من الوزارة ومن اللجنة التشريعية، وبتوافق ايضا بين طرفي العملية الانتاجية، لان ده زيه زي قانون العمل يهم طرفي العملية الانتاجية. كان ممثلي اصحاب الاعمال موجودين وممثلي العمال موجودين، وبالفعل نجحنا في ان هو نصدر القانون من الوزارة كمشروع بعد 25 يوم. صدر بعد كده من المشروع، من خرج من مجلس الوزراء في شهر 7، والحمد لله صدر القانون في ديسمبر 2017. القانون طبعا كان بيعالج كل الملاحظات الخاصة بمنظمة العمل الدولية والمخالفة الكاملة لبعض الاتفاقيات الدولية، وأحدثت ده ارتياح لدى المنظمة. بالإضافة ان احنا اجرينا اول انتخابات بعد 12 سنة في مايو 2018، واصبح في تنظيم نقابي بعد فترة طويلة انتظر العمال في كافة
قطاعات الدولة هذه الانتخابات، وبالفعل ده أحدثت نوع من أنواع الارتياح داخل المجتمع العمالي. كيف كانت تجربة الانتخابات برأيك؟ كانت رائعة، هي كانت أولا في رمضان، ويمكن إحداث أو اختيار التوقيت في رمضان كان تقريبا زي ما بيقولوا رغما عن الجميع، لأن احنا كنا ملتزمين بتوقيتات معينة. صدر القانون في ديسمبر 17، فكان في مدة إلزامية عشان نصدر اللائحة، ثم مدة إلزامية عشان إجراء الانتخابات. فلقينا أن الانتخابات بدأت بالفعل أول يوم قبل رمضان بيوم، وخدت رمضان كله، وتخطينا العيد كمان بأسبوع. فكانت تجربة رائعة. احنا كنا متخوفين أن مسألة أن يبقى الانتخابات في رمضان تحدث نوع من أنواع الخلل، لكن أنا من خلال حضرتك بوجه كل الشكر للـ 27 مديرية على مستوى الـ 27 محافظة، لأنهم قبلوا بلاء حسنا خلال هذه الفترة، وبالفعل خرجت مصر بانتخابات عمالية يعني زي ما بنقول لم يسبق لها هذا الحدث بهذا الشكل بعد توافق القانون مع الاتفاقيات الدولية. خليني انتقل مع حضرتك. اعتقد انه من ابرز واهم الملفات اللي بتوليها الوزاره اهميه هو ملف العماله الغير منتظمه او العماله الحر. تقريبا الحصر اللي موجود نتكلم ما يقرب من 2 مليون و300 الف عامل. هل هذا الحصر، قبل ما اسال حضرتك عن اخر الجديد في هذا الملف، هل هذا الحصر له علاقه بمبادره حمايه ولا ده حصر من قبل حضراتكم؟ هو احنا الوزاره والمديريات كانت حاولت قبل مبادرة حماية اللي أطلقت من قبل السيد الرئيس وشهادة أمان في فبراير 2018. بالتأكيد احنا استغلينا هذه المبادرة الرئاسية وأطلقنا مبادرة حماية فورا لتسجيل العمالة غير المنتظمة في 27 محافظة أو 27 مديرية، وبالفعل بأول مرة مع محاولات متعددة سابقة لحصر هذه العمالة أن نحصل على هذا الرقم اللي هو 2 مليون و300 ألف. بالتأكيد كانت طفرة، ويمكن احنا ما استكملناش ده لأن كنا داخلين على الانتخابات العمالية. يعني كانت الانتخابات العمالية في مايو، واحنا مفروض ان احنا خدنا مارس وأبريل في حصر الـ 2 مليون و300. لكن هي كعينة، هي عينة قوية بنقدر نشتغل بيها النهاردة، بتساعد معانا أيضا بعض الجهات الرقابية في تصفية هذه الأعداد من حيث عدم تكرار الاستفادة التأمينية وهذه الأمور. وبالتأكيد احنا يعني بنحاول دلوقتي بعد كمان صدور قانون التأمين الجديد ان احنا نكون فاعلين بالنسبة لملف العمالة غير منتظمة، عشان نقدر يعني نطلق مبدأ وفكرة الحماية إلى أبعد الحدود بيننا وبين الوزارات والجهات الأخرى. يمكن برضو عشان المشاهد يبقى عنده علم، العمالة غير منتظمة منذ صدور قانون العمل 12، واللي بيرعى هذه الفئة هي جهة وحيدة، وهي إدارة العمالة غير منتظمة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة. إزاي بترعاهم؟ في لائحة بتنظم العمالة، بتنظم العمالة من حيث أن كل مقاول بيجي يسجل عمالته في الإدارة دي، وبناء عليه طبقا للمستخلصات بتاعته بيدفع مساهمة معينة. من خلال هذه المساهمة اللائحة بتبتدي تصرف مجموعة من المنح. يمكن المنح دي كانت ضعيفة شوية، لكن احنا ضعفناها. يمكن كانوا بياخدوا 4 منح في السنة، كل منحة 200 جنيه، رفعنا المنحة دي ل 500 جنيه. وبالتأكيد بالإضافة إلى بعض المناسبات زي الزواج والإنجاب ده كل ده تم إعادة صياغته مرة أخرى. كل ده كان بتؤديه الإدارة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في 27 مديرية قوى عاملة. وبالتأكيد كان هناك أيضا ملف علاج خاص بالعمالة غير المنتظمة، فكانت هي الجهة الوحيدة التي ترعى وترى العمالة غير المنتظمة هي الإدارة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في مديريات القوى العاملة. احنا بقى بنسعى مع التضامن ان احنا المرحلة الجاية يبقى في تأمين حقيقي على هذه الفئة من العمالة. عايزة حضرتك تقول لهذه الفئة، العمالة الحرة او العمالة الغير منتظمة، ايه اهمية ان هم يسجلوا نفسهم في حماية؟ ليه هو يروح يسجل نفسه في حماية؟ هو بالتأكيد مسألة ان احنا نبقى شايفينك غير ان احنا ما نبقاش شايفينك.
احنا لما نبقى شايفينك هنقدر نحدد الآليات اللي نقدر نعمل بيها كل إجراءات الحماية المختلفة. أولها إزاي نأمن عليك. تمام؟ حتى لو كان هذا التأمين من خلال الشخص ذاته، ثم يرتد ده علينا كإدارات عمالة منتظمة إن احنا نساهم معاه في هذا التأمين، ما عندناش أدنى مشكلة. فمسألة التسجيل، أنا شفتك فبقيت تحت نظري. لما تبقى تحت نظري غير لما انت محتاج مني ان انا اعمل حملة جديدة عشان ابتدي اسجل، لا انت ممكن تروح طوعية تسجل. بالعكس، ده انت على الموقع بتاع وزارة القوى العاملة لو دخل حد عايز يسجل نفسه كعمالة يقدر يسجل نفسه كعمالة غير منتظم. فمسألة انك تبقى موجود في قاعدة البيانات غير انك مش موجود. ايه الطريقة التانية يا فندم غير الموقع انه ممكن يتوجه مباشرة لأي مديرية على حسب على مستوى الجمهورية للإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ويقول يا جماعة انا عمالة غير منتظمة وعايز اسجل نفسي، هيدوله الاستمارة ويملوها له ويسجلوا هم بالنيابة عنه على قاعدة البيانات. الحقيقه بما ان حضرتك ذكرت الويب سايت او الموقع الالكتروني للوزاره، انا يعني صبح وانا جاي كنت فتحته علشان يعني اشوف مدى تحركات حضراتكم. وحابه كمان انه بما ان بقى الدوله المصريه بتتحول للميكنه وبندخل التكنولوجي في كل قطاعاتنا، الحقيقه انه موقع متطور جدا يا فندم، وفي يعني اللي عايز يسجل اي حاجه، الشكاوى، العماله اللي بره، التدريب، اللي بيدور على فرصه عمل بره، اللي بيدور على فرصه عمل جوه. الحقيقة انه متطور وسهل، ويعني ممكن التواصل بيه اسهل من التليفون او اسهل من شخصي. اكيد، واحنا بنحاول دايما ان احنا نضيف ليه. يعني في احد البرامج التلفزيونية كان بيناقش شركات الحاق العمالة بالخارج، وبالتأكيد حد من المستمعين طلب ان يبقى على موقع الوزارة اسماء الشركات المصرح ليها بهذا العمل. تاني يوم كان الاسماء الشركات موجودة على الموقع، وبيبتدي يتداول هذا الموقع من خلال ان كان هناك اضافة او حذف لاي شركة من الشركات. خليني بما ان حضرتك مكلم مع معاليك يا فندم عن العمالة الغير منتظمة، شهادة امان. شهادة امان الحقيقة ان حابة حضرتك تكلم عنها اكتر، والشروط ايضا، وفاضل منها دي يعني حضراتكم مخصصين ليها مبلغ. طبعا. شهادة امان دي احد المبادرات الرئاسية اللي صدرت في فبراير 2018، ودي يعني انا بعتبر ان هي شيء عظيم جدا بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، ويمكن في اقبال كبير من مديريات القوى العاملة على انها تتنافس مع بعضها على اصدار شهادات امان لهذه الفئة من العمالة. وبالفعل احنا رصدنا 100 مليون جنيه تقريبا، استنفذنا منهم حتى هذه اللحظة يمكن تقريبا 25 مليون. منتظرين ان احنا يمكن في كل زيارة من زيارات المحافظات بيبقى في اعداد، اخر عدد كان تقريبا في محافظة أسوان 2500 وكسر، يعني أكتر من 2500. فإحنا بنقول إن هذه الشهادة إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن دي هدية الدولة المصرية لأبنائنا من العمالة غير المنتظمة. يمكن بالمشاريع القومية اللي بتقوم بها الدولة المصرية من أبرز أهدافها، ودايما إحنا كمذيعين نقول وتوفير فرص عمل، وتوفير فرص عمل، والحد من نسب ومعدلات البطالة. إزاي هذه المشاريع فعلا بالأرقام ساهمت في مسألة توفير فرص العمل؟ برضو عشان نبسط الفكرة للمشاهد، إحنا عارفين إن النهاردة من 2011 كان حصل يعني بعض الاضطرابات في بعض أشقائنا من الدول العربية، يمكن فيها من ضمن هذه الدول دول كان فيها أعداد كبيرة من العمالة المصرية زي ليبيا مثلا. الأعداد دي كانت وصلت لثلاثة مليون عامل مصري موجودين في ليبيا. لما حصل المشكلة في ليبيا بالتأكيد هذه العمالة عادت مرة أخرى لمصر. أنا بقول إن طبعا مع احتياجنا السنوي لتوفير فرص عمل، إضافة أرقام بهذا الحجم لطلب على العمالة رفع معدل البطالة في 2013 و2014 يمكن قارب 14%. بالتأكيد المشروعات القومية لما بدأت من 2014 حتى هذه اللحظة قدرت انها تستوعب الكثير والكثير من هذه العمالة. ابتدى ينخفض معدل البطالة من 14% الى ان وصل الى 7.8%، وده بيؤكد على ان المشروعات القومية كان لها دور كبير في انحسار رقم او معدل البطالة خلال هذه السنوات الخمس. بالتأكيد المشروعات القومية باحتياجاتها المستمرة من العمالة بالتأكيد ده بيساعد معانا
في القضاء على معدل. في هذا الإطار خليني أطرح على حضرتك اللي بيحصل. يعني طبعا احنا عندنا عمالة كبيرة أو أعداد كبيرة في الخليج، وفي اتجاه دلوقتي نحو توطين الوظائف، يقول سعودة التكويت أنه يعني بقوا بيشغلوا أبناء هذه الدول بشكل أكبر. الوزارة بتعمل إيه في هذا الإطار؟ احنا طبعا بنطمن أولا أبنائنا. يمكن مسألة التوطين في دول الخليج زي ما بنقول ان هي بتبقى ليها تأثير سلبي على بعض الوظائف، مش كل الوظائف. يمكن بعض الوظائف دي احنا نصيبنا منه يعني يعتبر نوع من انواع النسب الطفيفة، فلو هناك تأثير فعلي علينا هيبقى برضو تأثير طفيف. احنا بقى بنواجهه ازاي؟ احنا النهاردة الراجل اللي موجود في الخليج بقى له 10 او 20 سنة بالتأكيد مش هيجي هيدور له على وظيفة من اول وجديد، لا. احنا النهاردة في جهاز تنمية المشروعات بيبدأ فكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتأكيد ده بيضفي على اي حد هيبقى عنده استعداد بعد عودته من دول الخليج ان هو يقدر ينشئ المشروع الخاص به، وخاصة ان هو هيكون قضى فترة زمنية قدر من خلالها ان هو برضو يعمل لنفسه جزء من المدخرات، حتى لو ده مش موجود يقدر من خلال الجهاز ان هو ينشئ المشروع اللي هو عايزه. معالي الوزير لو تسمح لي فاصل قصير ونعود مرة اخرى لاستكمال هذا الحوار. فاصل قصير مشاهدينا الكرام. من جديد مشاهدينا الكرام ورحب بحضراتكم، ما زلنا في هذا الحوار الخاص للمواجهة مع معالي الوزير محمد سعفان وزير القوى العامة. معالي الوزير برحب بحضرتك من جديد. يا اهلا وسهلا. خليني اسال حضرتك، بنتكلم عن دول الخليج، كان في مشروع للربط الالكتروني. بالظبط. ايه اخبار ده يا فندم؟ احنا طبعا الربط دوت ابتديناه مع الاردن وهو ناجح جدا. طبعا الكويت يعتبر خلصنا ولكن لم نطلق الاطلاق النهائي، لكن التجارب تمت بنجاح بيننا وبينهم. السعودية النهاردة بتدرس معانا الآليات وحصل في زيارات متبادلة. طلبنا برضو من بعض الدول زي الإمارات و السودان ان احنا برضو يبقى فيه نوع من انواع الربط بيننا وبينهم. احنا بنقول ان الربط ده الهدف الرئيسي منه هو القضاء على الفساد الخاص بعقود العمل. احنا عايزين تبقى منظومة الربط الالكتروني فيما بين وزارة القوى العاملة في مصر ووزارات العمل في الدول العربية او اي جهة اخرى. الهدف الرئيسي منها ان يتم مخاطبة كل عقود العمل من خلال هذه المنظومة. فهنا بيبقى مسألية ان يبقى فيه نوع من انواع التأشيرات او العقود الوهمية بتقل الى يعني اكبر قدر ممكن من هذه. ده ازاي يا فندم؟ يعني لو في فرص عمل في الخارج من خلال هذا الربط الالكتروني، حضراتكم بتبقوا عارفين هذه الفرص، فبالتالي صعب انه حد يدي لحد عقد وهمي؟ يعني فهمنا الآلية دي بتشترط على كل من يتطلب عمالة او يستقدم عمالة من جمهورية مصر العربية ان يكون هناك اعتماد لهذه الطلبات من خلال المكتب العماني الموجود او السفارة المصرية، بحيث ان يبقى من خلال هذه الموافقة بعد كده بتسلم هذه الموافقة لوزارة العمل المعنية في هذه الدولة، وطالما في بيننا وبينها ربط بتبعت هي الطلبات دي ونبتدي نعمل نوع من أنواع الاختيار، نبعته مرة أخرى على المنظومة، يبتدي صاحب العمل يختار من الأسماء اللي احنا بعتناها له بالخبرات اللي هو مطلوبة، وفي النهاية بيصيغ هذا الاختيار في شكل عقود عمل. العقود العمل دي يتم اعتمادها من وزارة العمل المعنية، ثم وزارة العمل تبعتها للمنظومة في وزارة القوى العاملة، ويتم تسليم العقود مباشرة من خلال الوزارة. لما تكتمل المنظومة دي هيبقى كل فرص العمل موجودة على الويب سايت. يعني النهاردة يوم ما يبقى في طلبيات جاينا من السعودية أو من أي دولة من دول الخليج بالتأكيد هتظهر على الويب سايت، وفي هذه الحالة هيبقى في نوع من أنواع التقديم، ولكن احنا عندنا منظومة بتسجيل كل لراغب العمل. ايضا في شركات الحاق العماله بالخارج وسمسره العقود الوهميه، وحضراتكم طبعا هذا ملف يعني به تحديات كبيره. نعم. تتعاملوا ازاي فندم؟ يعني احنا اكتر من مره وجهنا ابنائنا كلهم ان احنا ما فيش مشكله انه حتى لو هو عنده عقد فردي هو جايبه بمعرفته، ما فيش ما يمنع ان هو يتوجه الى
مديرية القوى العاملة أو إلى وزارة القوى العاملة عشان إحنا نتحقق من صحة هذا العقد من خلال سفارتنا أو مكتبنا العمالي. وإذا كان هذا العقد سليم فطبعا بنقول له ألف مبروك ويعني كمل إجراءاتك، لكن لو كان فيه هناك أي شيء بنحاول بقدر الإمكان نسنيه عن هذا العقد، لأن بيبقى فيه نوع من أنواع التلاعب برغبة أبنائنا في طلب العمل في الخارج من خلال هذا. ويمكن في حالات كتيرة، وإحنا نبهنا وبننبه تاني من خلال حضرتك إن أي حد عايز يتأكد من صحة عقد أو صحة إعلان موجود يتوجه فورا إلى وزارة القوى العاملة أو مديريات القوى العاملة، وإحنا هنتحقق من ده بمعرفتنا، وإذا كان حقيقي هنبارك له، إذا كان في نوع من أنواع التلاعب بالناس هنبتدي نتعامل معاه المعاملة القانونية اللازمة. خطة حضراتكم يا فندم للعمل على محور ملتقيات التوظيف الفترة القادمة كيف هي؟ طبعا يعني ملتقيات التوظيف هي أحد المنافذ أو المحاور اللي بتساهم في توفير فرص عمل لأبنائنا، وبالتأكيد إحنا خلال المرحلة اللي جاية طبعا بنعد في المحافظات إنه يبقى في مجموعة من ملتقيات التوظيف، يعني بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا يبقى في مساحة زمنية بين كل ملتقى والآخر عشان يبقى في زخم، لأن إحنا ما بنعملش فرص عمل داخل المحافظة فقط، إحنا بنجيب من المناطق الصناعية لكل المحافظات. يعني كنا في الصعيد جايبين من العاشر من رمضان وستة أكتوبر عشان النهاردة أصحاب الأعمال بيعملوا منظومة تشغيل بالإقامة بمنظومة كاملة لأبناء الصعيد. فإحنا خلال الفترة اللي جاية هيكون هتشوفوا ملتقيات توظف في العديد من المحافظات إن شاء الله. في هذا الإطار يا فندم الوزارة بتقدم تدريب لبعض القطاعات. طبعا التدريب ده يعني من أهم المحاور اللي مسؤولة عنه وزارة القوى العاملة. يمكن إحنا في عيد العمال الماضي يعني تعهدنا أمام السيد رئيس الجمهورية أن يكون 2019 في طفرة في مجال التدريب المهني في وزارة القوى العاملة ومديرياتها، وبالتأكيد إحنا نمتلك 38 مركز تدريب ثابت ولدينا 13 وحدة تدريب متنقلة. يمكن قدرنا أن احنا نعيد صياغة ال 13 وحدة تدريب لأن كان بقالهم 26 سنة وتقريبا تهلكوا، فأعدناهم إلى الحياة مرة أخرى، موجودين دلوقتي 8 وحدات في 8 محافظات بيحاولوا بقدر الإمكان أن يعني من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة أن هم يدخلوا إلى القرى الأكثر احتياجا. بنحاول بقدر الإمكان في مجموعة كمان 5 وحدات إن شاء الله تخرج للنور يعني خلال يناير دوت. بنقول إن مراكز التدريب عدنا إعادة هيكلة وتهيئة وتطوير 7 مراكز تدريب في خلال يمكن الأسابيع القادمة هيبقى في افتتاحات لهذه المراكز. عندنا مراكز تدريب في الصعيد تعتبر قلاع تدريبية زي المركز التدريب قفت اللي موجود في محافظة إنا ومركز الرضوانية اللي موجود في محافظة الأقصر. هذه المراكز يعتبر قلاع تدريبية، احنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نسهل بقى على ان المتدرب يجي للمركز التدريب. يعني احنا بنقول اهو للمتدرب تعالى، هتلاقي من خلال مراكز التدريب اللي بنتكلم عليها فرصة تدريبية تؤهلك لسوق العمل، هتديك حرفة أو مهنة تقدر من خلالها تبقى بتجتاح سوق العمل إما بوظيفة أو إنك تبقى قادر على العمل الحر من خلال نفسك. هل في شروط للالتحاق يا فندم إنه شخص يروح يتدرب في هذه المراكز؟ يا فندم يروح أي عدد إحنا بنستوعبه. أي عدد إحنا بنستوعبه، إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نكون يعني جاهزين بكل الورش التدريبية لأبنائنا عشان كمان يبقى هو عنده الاختيار، هو حابب إن هو يتدرب على هذه الحرفة يبقى هيروح يتدرب على هذه الحرفة. فإحنا من خلال حضرتك بنعلن في كل محافظات مصر من خلال مديريات القوى العاملة وبرضو على الويب سايت يقدر يخش يعمل الاستمارات التدريبية، وإحنا هنصيغ الاستمارات التدريبية بتاعته للمركز التدريب اللي يعتبر قريب منه ومناسب ليه، وهنساعد من خلاله أنه هو يتوفر له فرصة تدريب تتيح ليه بعد كده فرصة عمل بإذن الله. ممكن حضرتك يا فندم تعرفنا على صندوق الطوارئ التابع للوزارة؟ طبعا صندوق الطوارئ ده من يعني من الأشياء اللي فعلا المشرع لما عملها
بالفعل كان له نظرة بعيدة المدى. يمكن احنا اكبر فترة كان فيها نشاط لهذا الصندوق هي الفترة 2011 و13 و14، يمكن ما تم صرفه خلال هذه السنوات فاق 500 مليون جنيه. هو طبعا الصندوق بيعمل في المرحلة اللي بيبقى صاحب العمل غير قادر على انه يسدد مرتبات العاملين، فبيخش الصندوق هنا بالنيابة عنه عشان يبتدي يسدد مرتبات العاملين عشان ما يتوقفش النشاط الاقتصادي. احنا كل الهدف ان المنظومة نفسها، يمكن انت في سؤال قبل كده قلتلك العلاوة، احنا لو اجبرنا صاحب العمل عليها ممكن ده يؤدي الى التوقف، فاحنا هنا بنعمل نوع من انواع التوازن. نفس الكلام الصندوق النهاردة بيحاول يعين صاحب العمل على سداد المرتبات للعمالة فترة زمنية معينة الى ان يعيد صياغة العمل مرة أخرى ومنظومة العمل داخل المصنع، ويبتدي يبقى فيه راننج للتشغيل، وهنا بيبقى قدرنا أن احنا نعين المؤسسة الاقتصادية على أنها لا تتوقف. ده ليها مردود كبير من كل الاتجاهات. مردود أولي على الاقتصاد القومي، لأن احنا النهاردة كل شركة من هذه الشركات بالتأكيد ليها أو للاقتصاد القومي نصيب منها. أيضا أنت النهاردة بتحافظي على العمال اللي موجودين في هذا المصنع، أنت حاولت بقدر الإمكان أن أنت تعيني صاحب العمل فترة زمنية شهر شهرين ثلاثة لغاية ما يقدر هو يكمل بعد كده وتبقى المنظومة اكتملت بالنسبة له. فإحنا هنا بنحاول بقدر الإمكان من خلال صندوق الطوارئ أن احنا نحافظ على المنظومة الاقتصادية بطرفيها، إن كان صاحب العمل أو العمال أو حتى الاقتصاد القومي. هل في قواعد للصرف من هذا الصندوق؟ بالتأكيد في إجراءات معينة لما بتحدث هذه الحالة بيتقدم صاحب العمل أو تتقدم النقابة العمالية إلى مديرية القوى العاملة بهذه الطلبات، وفور اكتمال الأوراق ديت بيتم الصرف خلال 24 ساعة. يعني مجرد الأوراق المكتملة لما بتوصل للصندوق خلال 24 ساعة بتكون الصرف من خلال الصندوق لهذه الشركة أو هؤلاء العمال. معالي الوزير، بما أننا بنتكلم عن قواعد الصرف، هل في حد أدنى وحد أقصى للصرف من هذا الصندوق؟ هو كان في حد أدنى للمرتب الأساسي تقريبا 200 جنيه، هذا الحد تم رفعه من خلال مجلس إدارة الصندوق ل 500 جنيه، وبيتصرف بناء على بيان كامل بيجي من التأمينات الاجتماعية بالمرتبات الأساسية للعمالة في هذه المنشأة الاقتصادية. في موازنة للصندوق؟ بالتأكيد احنا قلنا هو في السنوات العجاف اللي هي كانت 11 و12 و13 يعني تم صرف اكتر من 500 مليون جنيه من خلال صندوق الطوارئ، ويمكن كان في بعض القطاعات المتميزة في ده وهي السياحة والغزل والنسيج هم اللي كانوا واخدين المبلغ الاكبر في ده، لكن بالنسبة للصندوق عنده استعداد انه يغطي اكبر من كده بكثير. يعني أتحول مع حضرتك إنه لنظام التفتيش. نعم. مسألة التفتيش ونظام التفتيش هو أمر مهم جدا لانضباط أي حاجة. خليني أسأل حضرتك، كان في مشروع لحوسبة هذا النظام. نعم. ممكن تكلمنا عنه؟ طبعا المشروع ده في 2016 لما كتبت يعني بتشتغل معنا فيه المنظمة، ولما قعدوا معايا أول ما جيت في 2016 قالوا لي إن المشروع ده مدته 5 سنين، متبقي فيه سنتين فقط، وما خدناش فيه في الثلاث سنين أي خطوة، فإحنا محتاجين إن إحنا نكثف العمل عشان ننهي المنظومة العمل في مشروع التنافسية عشان نقدر ننقل التفتيش العمل وتفتيش السلامة إلى الوضع اللي إحنا عايزين ننقله. وبالفعل يعني ابتدينا نعمل مجموعة عمل، وكنت أنا بنفسي برأس هذه المجموعة عشان يبقى في متابعة شبه يومية على هذه المنظومة، وقدرنا قبل ما تنتهي السنتين بحوالي شهرين أو ثلاثة إن إحنا ننهي هذه الأعمال بالكامل. يمكن الأعمال دي تم ترجمتها إلى 11 محافظة بحوالي 26 مكتب، قدرنا أن احنا نحولهم لمنظومة الحوسبة. طبعا دي بتفرق مع المفتشين بشكل كبير، لأن هي بتساعده في إنجاز أكبر من العمل، لأن النهاردة احنا عندنا أعداد منشآت كتير جدا، فبيبقى محتاجين، وعدد المفتشين كمان مش كبير قوي، فمسألة منظومة الحوسبة بتساعد المفتشين على ان هو ينجز العمل بشكل اكبر وادق. فالمنظومة دي بعد ما خلصنا المشروع في 2018
برضو احنا شغالين مع المنظمة، ولكن لقينا ان المنظمة يعني بتحاول بقدر الامكان انها توجد مصادر للتمويل، فابتدينا احنا ناخد فكرة جديدة ان احنا المديريات اللي بالفعل دخلت في المنظومة اللي هم 11 محافظة ان احنا نكمل الجزء اللي لسه ما كملش فيها. فكملنا بورسعيد ثم اسكندرية والشرقية، تمام، وداخل بعد كده عندنا الفيوم حتى برضو هتستكمل. فإحنا هنبتدي مع نفسنا بالتمويل الذاتي نبتدي نكمل لغاية ما المنظمة تيجي ترجع تاني نكمل بقى المتبقي من هذه المنظومة إلى أن يكون هناك حوسبة بنسبة 100% على مستوى كل مكاتب التفتيش من اسكندرية لأسوان. يعني ممكن يفتشوا في المكتب؟ لا، هو مش بيفتش هو في المكتب، هو المنظومة بتشتغل بالتابلت. المفتش بدل ما بيشتغل شغل ورق وقلم وياخد الورق دوت ويديه المكتب، لا، وهو بيفتش التقرير بتاعه بعد ما بينتهي بيعمل له سند توصل للمكتب، فيبتدي بقى ياخد الإجراءات في المكتب. هو بيكمل تفتيش والإجراءات شغالة من خلال الإدارة المعنية داخل المديرية. ده بينجز الكثير طبعا على العام. طبعا طبعا طبعا. طب خليني، وكمان بيبقى ضمان لعدم يعني وجود اي نوع من انواع الفساد الاداري في هذه المنظومه. طبعا معالي الوزير، في الحقيقه مبادره عظيمه جدا قامت بها الوزاره وهي مصر بكم اجمل، هي اللي متحدي الاعاقه وتاهلهم لسوق العمل. بتشتغلوا في ده ازاي فندم؟ طبعا يعني ده جت بعد المبادره الرئاسيه بالاهتمام بذوي القدرات الخاصه. نعم. واطلقنا بالفعل هذه المبادره من خلال وزاره القوى العامله عشان تتوافق مع المبادره الرئاسيه، وبالفعل كان الهدف الرئيسي منها ان احنا نؤهل ابنائنا من ذوي القدرات الخاصه على التدريب اولا، ثم على ايجاد فرص عمل ليهم، ثم مساعدتهم في اللي بيبقى منهم عنده طموح وعايز يعمل مشروع لنفسه، برضو بنساعد لان بيشترك معانا في هذه المبادره جهاز تنميه المشروعات. فاحنا بنقول دي الحاجه اللي احنا بنقدر نقدمها لابنائنا من ذوي القدرات. ومن المبادرات اللي نجحت جوه القوى العامله هي مصر بكم اجمل، لانها النهارده يمكن عملت اعداد كبيره في محافظات متعدده. يمكن لما بتروح تعمل المبادره دي في محافظه بنواجه ان احنا في المحافظه بيطلبوا ان المبادره تستمر لفتره اطول، وبالفعل يمكن كانت في اسيوط وطلبوا الاستمراريه وبلغوني وقلت لهم لا كملوا مع اسيوط، وبالفعل كملنا، وبتسيب اثر ايجابي رائع مع ابنائنا من ذوي القدرات، وخاصه لما بيبقى في عقود عمل بيتم توزيعها من خلال المبادره في اي محافظه من المحافظات. هل نسبه العقود دي كثيره يا فندم؟ لان احنا عاده لما بنلاقي انه شخص مجتهد جدا من ذوي الاحتياجات او موجود، ما بتبقاش صوره كثيره، مع انه طبعا في كفاءه بتبقى كبيره جدا، بيبقوا شباب يعني عندهم طموح واراده فهل في اقبال على خلينا متفائلين. يعني دايما لما يبقى بنتسم بالتفاؤل احنا طبعا نتعشم ان احنا كل الناس اللي بيرغبوا انه يبقى عنده فرصة عمل انه يبقى كل واحد يحصل على فرصة العمل والفرصة العمل اللي هو كمان بيطلبها. لكن زي ما بيقولوا اول الغيث قطرة، فلما احنا نساعد ان احنا خلال كل مبادرة من ديت نوزع مثلا 200 عقد او 150 عقد، ده امر ايجابي وامر جيد. احنا بنحاول ايضا من خلال المديريات بخلاف المبادرة ان احنا نوزع عقود عمل لذوي القدرات الخاصة. يعني ما فيش مرة بيبقى في ملتقى توظف الا لازم يكون في جانب لذوي القدرات الخاصة. بس احنا برضو يعني برضو من خلال حضرتك ودي احنا بنناشد بيها اصحاب الشركات، وفي نفس الوقت بنناشد بيها ابنائنا من ذوي القدرات. احنا فرصة العمل زي ما انت بتقولي احنا بنحاول نوفرها للي عنده القدرة على اداء العمل. طبعا. اللي عنده القدرة وحتى لو بتوصيف معين نقدر نساعد معاه ومن خلال الشركة على اساس انه يؤدي العمل. واحنا بنقول لاصحاب الاعمال فكرة ان ذوي القدرات يبقى مسجل تأمينيا وبياخد مرتب فقط، دي احنا بنرفضها. احنا عايزين ولادنا من ذوي القدرات يبقى موجود ومشارك في العمل. ويبقى داخل المجتمع، هو جزء من هذا المجتمع ولازم الصورة تبقى كاملة. نعم. زي ما بنقول، فإحنا بنساعد مع أبنائنا اللي عندهم القدرة على أداء الأعمال، وإن إحنا بنساعد من خلال أصحاب الأعمال، وفعلا في استجابة كبيرة جدا من أصحاب الأعمال لهذا المبدأ. يمكن قطاع السياحة بالذات والفندقة عنده استعداد لاستيعاب هذه الفئة بشكل رائع. يعني بقى في صفة من صفات
العمالة داخل الفنادق أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة. إيجابي جدا. سؤالي الأخير لحضرتك معالي الوزير، يعني بنبدأ العام الجديد، ما هو الجديد في القوى العاملة؟ الجديد بقى يمكن احنا كنا بنتكلم على ملتقيات التوظف. لا. احنا النهاردة بنفكر فكر جديد ويمكن طبقناه في احد المحافظات كفكرة تجريبية، هنبتدي بقى ان احنا نعممه في كل المحافظات، وهو ملتقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. احنا بنقول كل واحد من ابنائنا عنده الفكرة يتقدم بهذه الفكرة، واحنا من خلال الافكار دي هنبتدي نعمل مع جهاز تنمية المشروعات ومع مشروعك في التنمية المحلية الاختيار للمشروعات اللي نقدر يبقى في موافقة عليها ويتم تمويلها، ونبتدي نعمل البطاقة نوزع عقود هذه المشروعات لأبنائنا، بالإضافة ان احنا نتعرف على بقية الأفكار اللي موجودة ونحاول بقدر الإمكان ان احنا نحقق اكبر قدر ممكن من هذه الأفكار لتصبح على أرض الواقع مشروعات. ليه احنا بنتجه لده؟ لان ده المستقبل. احنا بنقول ايه؟ احنا بنحلم في القوى العاملة ان يبقى عندنا في مليون مشروع صغير. المليون مشروع صغير يوم ما بيبتدي باتنين عمال او تلاتة. يعني اول ما هيبتدي هيبقى بتلاتة مليون. نسبة النمو في المشروعات بتبقى تقريبا سنويا 10%. يعني في 100,000 مشروع هيحصل فيهم نمو خلال سنة. النمو ده هيعمل ايه؟ هيدخل لي 10 عمال في كل مصنع من المصانع. يبقى 10 في 100,000، يعني مليون فرصة عمل هتتوفر لي كل سنة. فهي دي الفكرة العامة اللي احنا بنشتغل عليها، وده الملتقيات الجديدة، ودي الفكرة الجديدة اللي احنا عايزين بندعمها من القوى العاملة على مستوى كل المحافظات مصر. وان شاء الله مع الصندوق في ده يا فندم؟ طبعا مع جهاز تنمية المشروعات. جهاز تنمية المشروعات معانا، وبندخل معانا التنمية المحلية من خلال مشروعك، لانها موجودة في كل المحافظات. فبنبقى كلنا مجموعة واحدة مع بعض، وبيشترك معنا أحيانا التربية والتعليم الفني من المدارس الفنية وخريجي المدارس الفنية بالأفكار اللي بيقدموها في هذه الملتقيات. في حاطين مبلغ للتمويل أو مشروع؟ لا، هو أنت عارفة النهاردة أن سيادة الرئيس مع البنك المركزي حددوا 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة. فده موجود في كل، متوزع على كل البنوك. وطبعا بفوائد بسيطة 5 و7%. فاحنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نعظم ده، لان ده هيبقى التوجه مستقبلا ان هو اللي يوجد لنا فرص عمل. اخيرا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على استقبالنا وعلى هذا اللقاء وكل هذه المعلومات. معالي الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، شكرا ليك يا فندم. شكرا ليكم، وكل سنة وانتم طيبين، وتحية لكل عمال مصر وكل شعب مصر. اشكرك يا فندم. مشاهدينا الكرام، هذا كان اللقاء الخاص للمواجهة. اشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، الى اللقاء.